مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية. بعد إساءة للترجي التونسي استبعاد زياد الجزيري من برنامج التاسعة سبور، أكدت مصادر صحفية منذ قليل أن إدارة قناة التاسعة قررت استبعاد زياد الجزيري من البرنامج الرياضي التاسعة سبور بصفة نهائية. ويأتي هذا القرار وفق ما ورد على لسان بعض المصادر مما أعتبره في إدارة البرنامج خروجا على النص من الجزيري واتهام وفريق الترجي الذي للتونسي بإحراز الألقاب عبر التحكيم وتقديم الرشاوي، وهو ما تسبب في ملاسنة حادة جدا بينه وبين شكري الواعر الذي اعتبر كلام الجزيري تجنيا واضحا على فريق أحرز ألقاب بجهده خاصة قبل وبعد الثورة. في الأخبار متاعنا اليوم كما قلنا استبعاد زياد الجزيري من البرنامج، الموضوع هذا خذي بوليميك كبير وكبير برشا، كانت حصة معناها نارية، حصة قوية برشا، فيها كلاش قوي برشا بين زياد الجزيري وكذلك شكري الواعر بسبب الترجي الرياضي التونسي.